ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف السابع، سنقوم اليوم بشرح التراكيب والأساليب اللغوية قاعدة الأفعال الخمسة. سنبدأ أولا بتعريف الأفعال الخمسة. هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. إذن الأفعال الخمسة هي أفعال مضارعة تتصل بها ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. إذن أعزائي الطلاب، الأفعال الخمسة هي الأفعال أفعال مضارعة تنتهي بألف الاثنين كما تلاحظون للمخاطب. مثال على ذلك: أنتما تلعبان، للغائب هما يلعبان، وتنتهي أيضا بواو الجماعة للمخاطب: أنتم تلعبون وللغائب هم يلعبون، وتنتهي أيضا بياء المخاطبة: أنت تلعبين. إذن الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، مثل الفعل المضارع يكتب، يكتبان، تكتبان، تكتبين، ويكتبون، وتكتبون. أما العلامات الإعرابية للأفعال الخمسة، في حالة الرفع فإن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، في حالة النصب تنصب بحذف النون، وفي حالة الجزم تجزم بحذف النون. أمثلة على حالات النصب والجزم أعزائي الطلاب: كي ينقذ المصابين، كي حرف نصب وينقذ فعل من الأفعال الخمسة. عليكم أن تعملوا بنصائح معلمكم، تعملوا كما تلاحظون لتتمسك يا هند بالخلق، والمعلمون لم يقصروا في أداء واجبهم. أعد: الأفعال الخمسة هي أفعال مضارعة تتصل أو تنتهي بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. العلامات الإعرابية للأفعال الخمسة: في حالة الرفع متى ترفع الأفعال الخمسة؟ إذا لم تسبق بأداة نصب أو جزم وعلامة رفعها ثبوت النون. إذا ترفع الأفعال الخمسة إذا لم تسبق بأداة نصب أو جزم وعلامة رفعها ثبوت النون، بينما تنصب الأفعال الخمسة إذا سبقت بأداة نصب، وأداة النصب كما أخذناها سابقا أن ولن وكي وحتى وفاء السببية ولام التعليل، أما علامة نصبها فهي حذف النون. أما تجزم الأفعال الخمسة إذا سبقت بأداة جزم، أدوات الجزم هي لا ناهية ولام الأمر ولم ولما، وعلامة جزمها حذف النون. إذا ترفع الأفعال الخمسة بثبوت النون إذا لم تسبق بأداة نصب أو جزم، وتنصب بحذف النون إذا سبقت بأداة نصب أن لن كي حتى وفاء السببية ولام التعليل، وتجزم بحذف النون إذا سبقت بأداة جزم لا ناهية ولام الأمر ولم ولما. إليكم الآن بعض الأمثلة الإعرابية: الحجاج يطوفون حول الكعبة. يطوفون هنا فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بأداة نصب أو جزم، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة هنا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. هذا ننتقل إلى أمثلة أخرى في حالة نصب الأفعال الخمسة. إذا تنصب الأفعال الخمسة بحذف النون إذا سبقت بحرف نصب، مثلا مثال على ذلك: لن يتكاسلوا عن أداء واجباتهم. لن حرف نصب، يتكاسلوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون من آخره لأنه من الأفعال الخمسة. إذا لن حرف نصب، سبقت هنا سبق الفعل المضارع بحرف نصب وهو من الأفعال الخمسة، ينصب بحذف النون. لن حرف نصب، يتكاسلوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون من آخره لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة هنا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ننتقل إلى مثال في حالة جزم الأفعال الخمسة. تجزم الأفعال الخمسة إذا سبقت بأداة جزم أو حرف جزم، وتجزم بحذف النون.
أنتم مسلمون ولم تتكاسلوا عن صلاتكم. لم حرف جزم، يتكاسلوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون من آخره لأنه من الأفعال الخمسة. لم حرف جزم، يتكاسلوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون من آخره لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. إذن أعزائي الطلاب، ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة التي تتصل بها الأفعال الخمسة دائما إعرابها يكون ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. إذن الأفعال الخمسة هي أفعال مضارعة تنتهي بألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة. وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة تعرب دائما ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، وترفع الأفعال الخمسة بثبوت النون إذا لم تسبق بناصب أو جازم، وتنصب بحذف النون إذا سبقت بأداة النصب، وتجزم بحذف النون إذا سبقت بأداة جزم. إليكم الآن بعض الكلمات التي تشبه الأفعال الخمسة لكنها ليست أفعال خمسة. مثلا كلمة مهندسان هنا انتهت بالألف والنون لكنها كلمة دالة على المثنى. أيضا مهندسون انتهت بالواو والنون لكنها جمع مذكر سالم. أيضا نسرين انتهت بالياء والنون لكنها اسم علم. وأيضا الأفعال المضارعة يدنو ويقضي هنا الحرف حرف الواو وحرف الياء حروف أصلية لأنها أفعال معتلة. هكذا أعزائي الطلاب أكون قد انتهيت من شرح الأفعال الخمسة. سنكمل الشرح ونقوم بحل التدريبات في الحصة القادمة. ألقاكم في الحصة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.